بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى بعثة رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما نيجي نجيب الأريا أوف ترانجل، الأريا أوف ترانجل إيكوال هاف بيز تايمز هايت. يعني إيه؟ البيز اللي هو السايد دوم اللي هو وليكن مثلا الترانجل ده اسمه إي بي سي. إي بي ده اللي على الأرض ده بيسموه بيز أو بيز. طيب اللي واقف عليه ده اللي هو البربنديكولار عليه ده بيسموه هايت. هنا برضو فالبيس ده بيرمزوا لها بي والهايت بيرمزوا له باتش وخلاص، يبقى ده بي وده اتش. زي ما كنا بنرمز في الريكتانجل كده لللينث بال والويث بايه؟ بنرمز له بدبليو. فهنا والاريا بيرمزوا لها بكلمه ايه وخلاص، يبقى اريا ايكوال هاف تايمز بيس تايمز هايت. طيب بالنسبه للرايت ترانجل بقى، يبقى دي البيس بتاعته اللي على الارض دي وده الهايت. طب بالنسبه للاوبتيوس ترانجل، الاوبتيوس ترانجل بيبقى البيس بتاعته هي اللي تحت دي. الاوبتيوس اصلا بيبقى عامل كده، يبقى البيس بتاعته دي ولتكن 10 مثلا، الهايت بتاعه بيبقى من بره من هنا كده. طب هل الحته الزياده دي تبع البيس؟ لا، الحته الزياده دي اللي هي دي هنا مش تبع البيس، البيس هي الحته دي بس، والهايت اهو اللي هو من بره ده ممكن يكون مديولي مثلا 6. فلو جيت اجيب مثلا الاريا بتاع الترانجل الاولاني ده اللي هو ده، اهو قايل له اريا ايكوال هاف تايمز البيز اللي هي 10 تايمز الهايت اللي هو 6 بس. طب احسبها ازاي وداوت الكالكليتور دي؟ سهله. اصلا هاف تايمز 10، هاف تايمز 10 يعني معناها كان بيقول ايه؟ ال 10 نصها كام؟ هاف تايمز 10 يعني هاف ال 10 كام؟ 5. يعني هاف ال 10 دي معناها 5. 5 تايمز 6 ايكوال 13، وبكتب جنبها سنتيمتر سكوير. طيب لما اجيب الاريا بتاع الترانجل ده، او الاريا برضو ايكوال هاف تايمز البيز اللي هي الايه 4 تايمز الهايت اللي هو 3. هاف تايمز 4 زي ما اتفقنا كانها 2، يعني كان بقول نص الفور كام؟ 2. يبقى كاني بقول 2 تايمز 3 ايكوال 6، لازم اكتب سنتيمتر سكوير. طب لو عايز اجيب الترانجل الاخير برضو هعمل هاف تايمز بيز تايمز هايت. اه يبقى الترانجل الاخير ده اهو اريا ايكوال هاف تايمز البيس بتاعته اللي هي 10 تايمز الهايت اللي هو 6. هاف تايمز 10 زي ما اتفقنا ب 5. وفي ناس على فكره ممكن يقول انا هجيب الهاف مع ال 6، مش غلط، يعني ياخد هاف ال 6 كام؟ 3. خد الهاف مع ال 6 فضل له ال 10. احنا عارفين ان المالتيبيكيشن از ايه؟ كوميوتيتيف، يعني ممكن اخد الهاف تايمز ال 6 ب 3. 3 تايمز 10 ايكوال 30 سنتيمتر سكوير. برضه اللي كان هيقول هاف تايمز 10 ايكوال 5، يعني هاف تايمز 10 يعني نص ال 10 5 ويعملها 10 6 يديله 30. الاثنين صح. ده بالنسبه ل how to find the area the area of triangle. طيب لو جاب لي ريكتانجل وجه قسمه كده، الدياجونال ده بيعمل لي ايه؟ divide the rectangle into two equal triangles in area. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت الاريا بتاع الريكتانجل، يعني معنى كده بمعنى اصح بقى نقدر نكتب رول ان الاريا اوف تريانجل ايكوال هاف اريا اوف ريكتانجل. الاريا بتاع التريانجل بتبقى هاف الاريا اوف ريكتانجل. والعكس بقى، العكس يعني ايه؟ يعني لو اريا اوف ريكتانجل، عايز اجيب اريا اوف ريكتانجل ده رمز الريكتانجل طبعا، بيبقى ايكوال توايس اريا اوف تريانجل. هنشوف اكزامبلز على الكلام ده. يعني انا دلوقتي ممكن اجيب الاريا بتاع الريكتانجل الاول، انا عارف ان الاريا اوف ريكتانجل اهو الريكتانجل فوق ده تبقى اعمل لينث تايمز ويدث وخلاص. يعني اعمل 8 تايمز 6 ايكوال 48 سنتيمتر سكوير. ده الريكتانجل كله. الريكتانجل كده بيبقى ديفايدد انتو تو ترانجلز، اللي هو الترانجل ده اللي اسمه اي بي سي والترانجل الثاني اللي اسمه اي بي دي. دول ذي ار ايكوال ان اريا، يعني اعمل واحد منهم بالازرق واحد منهم منقط اكبر كده عشان يبان. التو ترانجلز دول كل واحد منهم هاف الريكتانجل. يعني انا لما اجي اجيب الاريا اوف ترانجل دي بي سي، او شايف الاريا بتاعت الريكتانجل كان كلها 48، او عامل 48 ديفايدد 2. ما هاف يعني ديفايدد 2، معنى كلمه هاف يعني ديفايدد 2، هيطلع لي 24. يبقى ده الاريا بتاعته 24 سنتيمتر سكوير، الاريا بتاع الترانجل ده. طب الترانجل الثاني قده برضه، يعني ده برضه هيبقى 24 سنتيمتر سكوير.
اقوم لما اجي اعمل لهم هما الاثنين اديشن، لو لاحظنا 24 و 24 هيدينا 48 اللي هي الاريا بتاعت الريكتانجل كله. يبقى الاريا بتاعت التراينجل بتبقى هاف الاريا بتاع الريكتانجل. ادي الفكره في المساله دي. طيب هل انا كنت ممكن اجيب الاريا بتاعت التراينجل ده من الرول اللي كنت جايبها من شويه؟ اه طبعا، من غير الريكتانجل خالص. ده انذر سوليوشن يعني، انذر سوليوشن. كنت ممكن اقول ايه؟ انت عايز الاريا اوف تراينجل، اهي اريا اوف تراينجل مثلا وليكن اللي هو اسمه ايه؟ دي بي سي. دي بي سي احنا قلنا الرول بتقول ايه؟ هاف، عشان كده الهاف ده جه من هنا ان هو هاف الريكتانجل، وبدل اللينث والويتس بيكتبوا ايه؟ بيز وهايت. بيعتبروا ان اللينث هنا اسمه بيز وده اسمه هايت. فلو عملناها برضه هتطلع نفس الانسر، اي هاف تايمز البيز اللي هو 8 والهايت اللي هو 6. هاف تايمز 8 بكام؟ يعني نص ال 8 4. 4 تايمز 6 برضه ايكوال 24. يبقى انا قدامي طريقتين اجيب بيهم الاريا بتاع التراينجل، يا اما لو كان جوه جاي جوه ريكتانجل نجيب الاريا بتاع الريكتانجل الاول وبعدين نعملها ديفايدد تو، يا اما لو التراينجل جاي لوحده او حتى لو جاي في الريكتانجل اعمل 8 تايمز 6 برضه كاني بعمل لينث تايمز ويدث، بس اعمل تايمز هاف اب، لا اللي هو هاف تايمز بيس تايمز هاف. يبقى اي هاف تو ميثودز تو فايند ذا ايه؟ ذا اريا اوف ذيس تو تراينجلز. طيب لو انا عندي ريكتانجل وفي تراينجل زي مثلا ايه؟ زي اي بي سي ده، او سميه ايه مثلا؟ اي بي سي. طالما الاي بي سي التراينجل ده مرسوم على البيز كلها او على اللينس كله او الويتس كله بتاع الريكتانجل، فبيبقى برضو ايكوال هاف التراينجل، هاف الريكتانجل. يعني ايه؟ يعني التراينجل ده انا عملته نقط اخضر كده اهو، وجيت قلت مثلا ان الريكتانجل ده اللينث بتاعه ده 10 والويتث ده 6 بالنسبه للريكتانجل. انا ممكن اقوم جايب الاريا بتاع الريكتانجل اهو، اريا اوف ريكتانجل، بعمل ايه؟ لينث تايمز ويتث، يعني 10 تايمز 6 يدينا 6 سنتيمتر سكوير. طيب الترينجل ده طالما ان هو يعني البيس بتاعته مرسومه على اللينث، يعني كونجرنت مع اللينث كده، جايبه اللينث كله مش جايبه حته منه، لا جايبه اللينث كله بي سي، في الحاله دي بيبقى الاريا بتاع الترينجل برضه هاف الريكتانجل، هاف اريا اوف ريكتانجل. يعني ايه؟ يعني ايه هاف اريا اوف ريكتانجل؟ انا مطلع لسه مطلع الاريا بتاع الريكتانجل 60، لما نجيب الهاف بتاعها يعني كاننا بنعمل 60 ديفايدد 2 ويطلع 30. يعني الترانجل الاخضر ده الاريا بتاعته هتبقى 30 سنتيمتر سكوير. طب بالنسبه للتو ترانجلز التانيين دول واخدين ال 30 الباقي، يعني التو ترانجلز ما هو كله 60، هو كله 60 اهو، يعني الترانجل كله 60، لما يكون ده لوحده 30 سنتيمتر سكوير يبقى اكيد الاثنين التانيين دول واخدين ال 30 الباقي، عشان يبقى كل الريكتانجل 60. طيب هما الاثنين قد بعض؟ اه هما الاثنين ايكوال ان اريا. يعني ايه؟ يعني التو ترانجلز اللي هما الزرق ده اهو كمان بيبقوا ايكوال ان اريا، ايكوال ان اريا. يعني ايه؟ يعني لو انا لقيت ان او بمعنى صح مش ايكوال ان اريا، السم اوف ارياز بتاعتهم هياخدوا ال 30 الباقيين، هياخدوا ال 30 الباقيين. يعني ايه؟ يعني سي مثلا انا دلوقتي عندي ده لوحده خد 30، انا كده فاضل لي 30. لو الترانجل ده 20 هلاقي ده 10. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نجمع يبقى 20 ده الاريا بتاعتي. ممكن يسالني في حاجه زي كده. ليه بقى؟ بحيث ان انا لما اعمل الاريا بتاع الترانجل ده بلس الترانجل الكبير بلس ده هنلاقيهم جمعوا 60 اللي هي الاريا بتاع الريكتانجل. يعني ده 20 بلس 30 50 بلس 10 60. طيب نفرض ان الترانجل ده مثلا كانت الاريا بتاعته صغيره شويه، كانت 15 مثلا، او مثلا كانوا هما الاثنين ايكوال ان اريا، لكن الاريا بتاعته 15، هنلاقي الاريا بتاع ده برضه 15، بقيت ال 30 يعني. طيب نفرض كانت الاريا بتاع ده 5 او ده 5، هنلاقي ده 25. بحيث اما اجمع الارياز 3 ارياز الاقيهم يجمعوا لي الاريا اوف الريكتانجل الكبير. هي دي الفكره بتاعت ايه؟ لكن الترانجل اللي في النص ده واخد نص الاريا، واخد نص الاريا. برضه ممكن يجيبها لي بطريقه ثانيه بشكل ثاني، نفس البتاع ايه؟ ريكتانجل مثلا ده 6 وده 10، ده 10 وده 6، ويقوم عامل لي قاسم لي ده نصين كده.
طب ما الترينجل ده كده طالما مقسوم نصين يبقى ده 30، ما هو 10 تايم 6 ب 60، الريكتانجل كله 60، يبقى الترينجل ده المفروض 30 والترينجل ده كله 30، تحت ده 30 وده ده 30. ساعات يقوم عامل لي حركه، بيقوم عامل لي ازاي؟ يقوم قايل لي طيب هقسم لك ده الترينجلين كده، هعمل لك ده كده الاريا بتاعته 10، هات لي انت الاريا بتاع ده. طب ما انا فهمت اللعبه بقى، طالما ده لوحده 30 يبقى اللي الترينجل اللي فوق ده كله 30، فلما دي 10 هلاقي دي 20. ليه؟ عشان يبقى 10 بلس 20 30 بلس 30 60. المهم ان انا لما اعمل صم للارياز الثري تراينجلز اللي قدامي يطلعوا لي الاريا بتاع الريكتانجل الكبير.